وأيضا ينضم إلينا الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأزمات. أهلا بك دكتور باغة. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك أستاذ إدارة أزمات، يعني هل ممكن أن نقول أن ما يمر به العالم ككل الآن وتمر به المنطقة وتمر به مصر يمكن أن نطلق عليه مصطلح أزمة؟ وبالفعل يا فندم، يعني هي الأزمة متواجدة سواء على المستوى العالمي، وانعكاسات هذه الأزمة طبعا على الأسواق القومية والمحلية. الحقيقة يعني في أزمة طلب عالمي، لأنه احنا بعد انحسار أزمة كورونا بعض الشيء اتجه طبعا الطلب العالمي إلى أن يكون متزايد، وبالتالي أدى إلى ارتفاع في الأسعار وبشكل طبعا مستمر ومتتالي. أضيف حضرتك إلى ذلك أنه مع طبعا حدوث أزمة كورونا حصل أنه سلاسل الإمداد والتوريد تباطأت بعض الشيء، وبالتالي المعروض من المنتجات أيضا ليس يعني بالوفرة الكافية، فبالتالي ده بيعمل عندنا نوع من الارتفاع الجامح في الأسعار على المستوى العالمي بشكل عام. أضف حضرتك إلى ذلك أنه حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية كمان أدت معها إلى تأثر كبير جدا حوالين سلسلة الإمداد والتوريد في العالم كلها، وبالتالي انعكاسات ده طبعا بيصل إلى الأسواق المختلفة اللي بتتعامل مع هذين السوقين، يعني اللي بيعدوا يعني بيعد من أكبر أسواق سلة الغذاء في العالم، خاصة مجال القمح ومجال الأسمدة ومجال الطاقة بشكل عام. دول أوروبا تأثرت، دول أمريكا تأثرت، أيضا الدول العربية تأثرت، احنا كمصر تأثرنا، ويمكن ده على من عندنا نسبة التضخم إلى حد ما. احنا بنتكلم النهاردة بحوالي من 6.5 إلى 7% كحال بقية الأسواق في العالم، فطبعا أزمة عالمية ودي تنعكس علينا، لأن احنا دولة مستوردة أكتر منها دولة مصدرة، وطبعا وفقا لعملية ترك العملة المحلية للعرض والطلب، ده طبعا بيخلق عندنا مجموعة كبيرة من المشاكل نظرا للإقبال على العملة الأجنبية، بهدف طبعا سد احتياجاتنا سواء الغذائية أو إمدادات البترول وما إلى آخره. فطبعا هي أزمة بتنعكس علينا في نهاية الأمر بسلبياتها وأيضا يمكن بإيجابياتها، لو احنا كنا قادرين على الاستفادة من هذه الأزمة في إن احنا ممكن نطور من أسواقنا. ده هسأل ده سؤالي لحضرتك، إيه يعني هل أي أزمة ممكن يكون لها إيجابيات؟ المفروض هنا رؤية الدولة بتظهر في وقت الأزمات، إنه الأزمة مش كلها أضرار، لا ممكن الأزمة يكون فيها بعض الفرص اللي ممكن تتحقق، زي مثلا فرص الإنتاج وفرص التصدير، فرص مثلا إعادة تأهيل الصناعة المحلية مرة أخرى، فرص البحث عن مقومات أكثر في الاقتصاد الوطني، إنه يقدر يكون اقتصاد منافس عالميا، ويقدر إن هو يحافظ على استقراره ويزود ايضا مساراته وموارده بحيث ان هو يتجه الى التصدير، ومن ثم معالجه الفجوه اللي ممكن يتاثر بها هذا الاقتصاد في اوقات الازمات. واحنا الحمد لله يمكن ازمه كورونا خلقت عندنا الوضع ده، ان احنا هذه الفتره الوجيزه الى حد ما رغم طبعا احتياجنا الشديد ننهض في زراعات السكر، ننهض في صناعات اخرى ويمكن عندنا منها اكتفاء ذاتي في الوقت الحالي زي السكر على سبيل المثال. ويعني المناشده هنا بقى للحكومه المصريه والمؤسسات ان هي طبعا تعمل على تعميق هذه الرؤيه، تعميق المنتج المحلي وتعميق الزراعه وتعميق الانتاج الحيواني وتعميق يعني كافه متطلبات الحياه الإنسانية والبشرية على الدولة المصرية، بحيث إننا يعني إحنا نقدر نقلل من فاتورة الاستيراد إلى أقل حد ليها. إحنا بنتكلم في 30 مليار دولار فاتورة استيرادية، طبعا مبلغ كبير جدا جدا جدا، ويعني بيفوق تحمل الدولة المصرية من أعباء. فبالتالي طبعا مهمتنا الأساسية ونجاحنا الأساسي هيكمن طبعا في توفير منتج محلي وتعميق للصناعة المحلية والاهتمام بالزراعة وبكل مقومات الاقتصاد، علشان ما نلجأش إلى الاقتصاد العالمي وبالتالي ندخل في دائرة الأزمات اللي الاقتصاد العالمي بيعاني منها في الوقت الحالي. طيب دكتور محمد، دور كل
جهة أو كل عنصر في يعني في هذه المنظومة، دور الدولة، دور القطاع الخاص، ودور المواطن في سبيل يعني التعامل بحكمة وحنكة مع الأزمة الحالية. خليني اقول لحضرتك انه الدوله دورها مهم جدا في ان هي بتصنع البلاتفورم او بتعمل المنصه اللي هيشتغل عليها كل القطاعات الاخرى اللي موجوده، ترساله القوانين والتشريعات المنظمه للاعمال الاقتصاديه والاعمال التجاريه والاعمال الزراعيه وكافه الامور الاداريه المتعلقه بتنميه وتطوير قطاعات الاقتصاد المصري. لابد ان هي تكون واضحه جدا ورؤيتها رؤيه سديدة، ويكون عندها برجماتية أنها تحافظ على موارد الدولة بقدر الإمكان. وإحنا مثلا عندنا اتجاه الدولة في الفترة الأخيرة أن هي مثلا في مجال الصناعات التحويلية بدأ فيها اهتمام بالغ كبير جدا، بدل ما كنا بنصدر المادة الخام على حالتها الأولية وكنا بنخسر كتير جدا في هذا الأمر. فالدولة عليها أن هي تعمل البلاتفورم، الدولة عليها أن هي تهيئ المناخ الكويس للاستثمار وللتنمية، الدولة عليها ان هي تدور على المسارات الاكثر نموا في الاقتصاد المصري وتحاول ان هي تعزز من هذه الفرص قدر الامكان، الدولة عليها ان هي تدمج معاها القطاع الخاص بحيث ان هو يبقى له دور مهم جدا. القطاع الخاص كمان عليه دور حيوي ومهم انه يركز على خلق القيمة المضافة في المجتمع المصري. يعني للأسف وأنا أستاذ إدارة أعمال بقول لحضرتك أنه كثير جدا من النشاطات اللي موجودة في الاقتصاد بتقوم على المشروعات التجارية. إحنا عايزين مشروعات صناعية، إحنا عايزين مشروعات إنتاجية، إحنا مشروعات تعطي قيمة مضافة للاقتصاد المصري وللمنتج الوطني المصري. فبالتالي يعني دي ثقافة لازم تتخلق عند القطاع الخاص بكافة يعني مستوياته المختلفة، إذا كنا بنتحدث على مشروعات كبيرة، إذا كنا بنتحدث على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا كنا بنتحدث على المشروعات متناهية الصغر، لابد أن الجميع يتكاتف ناحية خلق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني بشكل عام، لأنه ده اللي بيقوم الأمم وده اللي بيخلي الأمم تكون ناهضة، وده اللي بيقوي العملة المحلية بشكل كبير جدا، وبيخلي الطلب عالي على منتجات الدولة، وبالتالي بيتحسن معدل نموها اللي بينعكس في النهايه الى معدلات تنميه. اما بالنسبه للمواطن البسيط العادي فله دور كبير جدا، دور المواطن النهارده ان هو ثقافه الترشيد اللي يتبعها، ترشيده في انه يستهلك فقط ما يحتاجه من مواد غذائيه، ولا داعي للتخزين، ولا داعي للتكالب على السلع والخدمات، لانه هذا التكالب يا فندم هو اللي بيصنع التضخم، هذا التكالب هو اللي بيزود الطلب، ومن ثم يعني وفقا لقانون العرض والطلب كل ما زادت الكميه المطلوبه كل ما هيزيد السعر. فالمواطن عليه ان هو لا يتخوف، لانه هناك رسائل طمأنه بشكل مستمر من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية بأن السوق المصري عامر بالمنتجات، ومفيش أي قلق جدا من يعني نضوب أي سلعة أو اختفاء أي سلعة. خلينا أقول لحضرتك أن المواطن عليه دور كبير جدا في عملية توازن الأسعار، في أنه يبلغ فورا عن أي ممارسات احتكارية أو أي ممارسات من شأنها أن هي تزود العبء عليه، ومن ثم تعمل قلق أو اضطراب في الدولة. الحقيقة هي منظومة متكاملة مع بعضها، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمواطن، وعمرنا ما هننجح إلا لو كان في تكاتف وفي قنوات اتصال. دكتور محمد، يعني في الحديث عن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص، يعني دائما رأس المال بيكون جبان، كيف يمكن يعني ان او ما الذي يدفع الان القطاع الخاص لان يخاطر براس المال في مثل هذه الظروف؟ هل من رؤيه واضحه في يعني بالنسبه للمشروعات الاقتصاديه او بالنسبه للمشروعات اللي بيبقى فيها بعيد عن المشروعات التجاريه، هل من دافع للقطاع الخاص للمخاطره براس المال في مثل هذه الظروف؟ خليني اقول لحضرتك انه يعني مصر واجهت مشكله كبيره جدا في الفتره الاخيره، ومش مصر وحدها، كل الدول في الاسواق الناشئه اللي احنا بنسميها كده الاسواق الناشئه، انه لما الفيدرالي الامريكي رفع سعر الفائده 0.25% ومقرر ان هو هيضاعف 6 مرات هتصل الى 2.8%، ده طبعا بيحط الاسواق الناشئه في مأزق كبير جدا، انه الاموال المستثمره في هذه الاسواق سيتم يعني نزحها الى هذه الاسواق اللي هتدي اسعار فايده عاليه. فبالتالي كان هناك قرار الحكومه المصريه والبنك المركزي المصري بطبعا تحريك
او نقدر نقول يعني تصحيح لسعر الصرف مره اخرى، يواجه ايضا او يقابل ايضا هذا القرار قرار برفع سعر الفايده في مصر، لانه حضرتك محتاجه تحافظي على هذه الاموال ان هي ما تطلعش بره البلد. هذه الاموال بيتم الاستثمار خلالها من جانب المستثمرين سواء العرب سواء الاجانب، او حتى الاستثمار المحلي المواطنين المصريين اللي حاطين مثلا فلوس ليهم كودائع او الدول الامريكي. عمل ازمه كبيره جدا، هو طبعا علشان يقضي على التضخم في الداخل الامريكي، ما يهموش طبعا بقيه الدول، ولكن هو ده اللي حصل، وبالتالي كانت هناك تحركات من جانب الحكومه المصريه والبنك المركزي المصري. نعم. رجوعا الى سؤال حضرتك، هل الاستثمار في مصر في الوقت الحالي امن؟ انا بقول لحضرتك دوله مصر الحمد لله مستقره سياسيا، مستقره امنيا، لدينا حزمه التشريعات والقوانين المنظمه لمجال الاستثمار في مصر، لدينا سعر فائده عالي في الوقت الحالي، ممكن ده يؤدي الى تقليل الاقتراض بهدف عمليه الاستثمار، ولكن يعني هناك جهود مبذوله من جانب الدوله هنا في الوقت ده ان هي مثلا ممكن توفر مجموعه الحوافز والمزايا الضريبيه وتكلفه الاراضي على المستثمرين بشكل اكبر ان هو يدفعهم الى الاستثمار داخل الدوله المصريه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد دباغه، الخبير الاقتصادي واستاذ اداره الازمات.